ولع دلوقتي يا ابني، اشوفها بتولع دلوقتي. السلام عليكم اخوانا اخواتي الكرام، تحيه لكم جميعا، كنحييكم كل واحد باسمه في اي مكان كنتو. ازول فلا، في اخر العصر ديال الملوك العباسيين ديال المعتصم بالله، هجموا المغول على بغداد. اللي كان كيقود الجيش المغولي هو هولاكو. هولاكو كيتعتبر من اكبر القادة في تاريخ البشرية، وكذلك من اكثر القادة سفكا للدماء. يعني هولاكو قام بجرائم فظيعة، ويعني وسفك انهار ديال الدماء. لكن رغم ذلك كان السيد متواضع واحترم تاريخ ديال الامبراطورية العباسية، ويعني وقعد 5 سنين هو كيوجد باش يغزو مدينة يعني مدينة سميتها بغداد. يعني وكان ديك الساعة الامبراطورية العباسية في أوج الضعف ديالها، وفي أوج يعني التقهقر ديالها، وأشرفت على الـ على الـ على الانهيار. فهولاكو هجم على بغداد بثلاثة ديال الجيوش. هاد الجيوش كلها حاصرت بغداد، فبداو كيقصفوا بغداد. ومن ضمن البيوت اللي كانت كتقصف هي القصر ديال الخليفة. فواحد اللحظة كان الخليفة جالس مقصر مع واحد الجارية، جالس مقصر معها، إذا كيجي واحد السهم كينفد من النافذة وكيقتل ديك الجارية. فالخليفة حزن بزاف على موت ديال ديك الجارية، وأمر أنهم يعني يضيفوا حديد ويعني يحسنوا دوك النوافذ. الغريبة الإخوان في هاد القصة ديال مقتل الجارية، أن فاش جبدوا داك السهم لقاو فيه مكتوب واحد الجملة غريبة وعجيبة، واحد الجملة اللي غادي تبقى يعني مرسخة في تاريخ البشرية. وهاد الجملة هادي يعني ما عرفناش حنا واش صدفة أو لا كانت مقصودة، لكن عندها بزاف المعاني. الجملة اللي كانت مكتوبة في السهم: إذا أراد الله إنفاذ قضائه وقدره أذهب من ذوي العقول عقوله. إذا أراد الله إنفاذ قضائه وقدره أذهب من ذوي العقول عقوله. يعني الله سبحانه وتعالى إلا بغى ينفذ القدر والقضاء ديالو، يذهب على أصحاب العقول عقول ديالهم. هادشي اللي وقع لينا حنا مع هاد الصحافة ديال العسكر الجزائري اللي وصلت بها الوقاحة والانحطاط والغباء. ان البارح نشرات واحد الخبر لي بطبيعه الحال عاري عن الصحه، لكن عنده واحد الدلالات بزاف. الخبر كيقول: انباء عن عزل الامير رشيد بعد محاولته قتل ابن اخيه ولي العهد. يعني قالوا ان تم عزل الامير مولاي رشيد لانه قتل او لا بغى يحاول يقتل ولي العهد. واش شفتوا انحطاط اكثر من هذا؟ يعني الغريب في الامر انني انا فاش دخلت بحث في الخبر في جوجل، لقيت ان جميع القنوات او جميع الصحف او جميع المواقع اللي نشرت الخبر هي مواقع جزائريه. يعني ما شفنا لا رويترز، ما شفنا لا وكاله الانباء الالمانيه، ما شفنا الا الجزيره، شفنا غير المواقع الجزائريه هما اللي نشرين هذا الخبر. بل ادهى من هذا انهم جاو لي شي تعليقات ديال شي وحدين من الدباب الالكتروني ديالهم، حتى هو قال لي شوفوا ولي العهد ديالكم الى اخره، راه شنو وقع. هادشي شنو كيدل الاخوان؟ هادشي كيدل على اولا الغباء، يعني لان هادشي يعني عارفين بانه هادشي ما كاينش، والى يعني فات الايام وتبين ان هادشي ما صحيح، ان المصداقيه ديالهم ما تبقاش، وما اصلا ما عندوش مصداقيه. يعني شكون اللي كيصدق هاد الناس هادو؟ هاد الصحف هادي شكون اللي كيصدقها؟ كيصدقوا هادوك الدباب الالكتروني اللي كيجيو هنا كيقول لي بلادكم سياحه الجنسيه والدعاره ولا اخره. هادوك ملي كيصدقوا هاد الصحف هادي. ولكن الاخوان هادشي كيدل على ان هادي امنيه، هادي امنيات ديال هاد الناس هادو. هاد الصحف الجزائريه بغات المغرب يدخل في الفوضى، بغات المغرب يتشتت. هاد الصحف الجزائريه اللي هي ابواق ديال العسكر باغيه تقهقر ويسقط الملكيه في المغرب. علاش؟ لان الملكيه هي عود الخيمه، الملكيه هي الاستقرار في المغرب. فهما كيتمناو من كل قلبهم ان يوقع شي يعني شي صراع داخل القصر الملكي وتنهار الملكيه في المغرب، باش ينفذوا المخططات الخبيثه ديالهم: تقسيم المغرب وتشتيت المغرب وتقزيم المغرب. لكن هادشي ما عمرو غادي يوقع ولو في الاحلام ديالهم. المغرب خيانه، عزل الامراء، محاوله اغتيال اخرين، حرب طاحنه داخل القصر الملكي، طوارئ بالمخزن بعد فشل محاوله اغتيال شقيق الملك لولي العهد الحسن بن محمد. سمعوا: تطورات خطيره داخل الاسره الحاكمه بالمغرب، وحديث عن محاوله تصفيه شاب لولي العهد الى اخره. هادشي فين شفناه؟
هادشي كلشي صحف جزائريه، كلشي صحف جزائريه. انا صراحه قسما بالله ما كنتش متوقع انهم يوصلوا لهذا الانحطاط، والله ما كنت متوقع بالله العلي العظيم ما كنتش متوقع انهم يوصلوا لهذا الانحطاط وهذا القدر وهذا الغباء. غباء. فهادي هادي اللي نحنا، هاد الغباء ديال هاد الناس هادو، هادي اللي نحنا باش حتى الاتباع ديالهم والذباب الالكتروني اللي كيصدق هاد القنوات ديال العسكر الجزائري يعرف انهم صحف واعلام بدون مصداقيه وبدون حقيقه، واعلام قادر بدائي يعني كيتعامل بديك العقليه ديال شنقول ديال كساله الحمام. فانتم شفتوا شو هاد الناس اللي بغين المغرب، هما اللي دايرين لنا المشاكل 45 سنه وحاطين بوليزاريو كيتامروا يعني سرا وعلانيه على تقسيم المغرب وعلى يعني ضرب الاستقرار في المغرب. حنا ما كنقولوش هادشي، هما كيقول لك حنايا اللي بغينا نقسموا بحال اللي باغيين نضربوا الاستقرار، بحال اللي باغيين نضربوا الاستقرار. يعني مشاو في الاول كيهضروا على صحه الملك، يعني حنا الملك مازال حدنا صغير، مازال كنشوفوه كيخرج كنشوفوه كيهضر كنشوفوه على الاقل هو جالس كيقرا، ولكن هما ردوه مريض وما نعرف يعني قرب يموت، نتمنى له الشفاء العاجل وطول العمر. وهما فاش كان عندهم بوتفليقه، فاش كان عندهم بوتفليقه جالس بالمقعد يعني بالكرسي المتحرك، كانوا كيصوروا على انه فاندام، كيصوروا بوتفليقه على انه فاندام. وحنا اللي مالكنا واقف على رجليه وكيزيد كيقول لك لا صافي راه قربت النهايه. فهذه دليل الناس اللي عندهم العقل اللي مازال الله ما ذهبش عقولهم يشوفوا حقيقه ديال هذا الاعلام الجزائري، ويشوفوا واش شي مره حنا في المغرب هضرنا على سميتو على التمزق داخل الجيش، مع العلم هذاك الشيء واقع عندهم جنرالات، عندهم 70 مليون جنرال كيدبزوا على السلطه، وحنا ما قلناش داك الشيء. وشوفوا هما شنو يعني واحد يعني الا باغيين تكذبوا ديروا شي كذبه منطقيه لوجيك، ديروا شي كذبه لوجيك، شي كذبه يعني تكون مهضومه، هذه ثقيله بزاف. الامير مولاي رشيد مشى محاول يقتل ولي العهد، يعني ثقيله بزاف، يعني ثقيله، يعني كون درتوا شي حاجه تكون شويه يعني مهضومه. حاولوا مستقبلا يكون عندكم شويه الابداع في الكذوب، يعني في هذا الخبث حاولوا شويه تكونوا مبدعين في الخبث، لان النصاب كيكون عنده واحد القدر كافي ديال الذكاء انه يبدع في النصب ديالو. فحاولوا يعني نتوما نصابه وكذابه وما عندكمش حتى الابداع، هذا هو المشكل الكارثه ديالكم. يعني الامير مولاي رشيد تسنى 17 عام باش يحاول يقتل ولي العهد، 17 عام مكتوب. كاين واحد الموضوع اخر اخوان، هو ديال العلاقات الاماراتيه الاسرائيليه. كما شفنا جميعا في الاخبار وفي مواقع ان دوله الامارات العربيه المتحده يعني اعلنت رسميا عن تطبيع مع اسرائيل. يعني بكري كانت عندهم علاقات يعني تحت الطابله، دابا علنوا يعني على المكشوف كما كيقولوا خدنا في مصر على علاقات رسميه مع اسرائيل. اولا رايي في هذه القضيه هذه هو شان داخلي ديال الامارات ما ندخلش فيه، يديروا تطبيع مع اسرائيل، يديروا تطبيع مع طونغا، داكشي شغلهم، داكشي حنا ما شغلناش. لكن انا كنشوف هادو اللي حدانا نرجعوا لهم عاوتاني، اللي عندهم واحد الانفصام في الشخصيه خطير ورهيب بزاف. علاش؟ لان فاش مشات دوله الكوت ديفوار مسكينه، واحد الدوله الافريقيه سميتها دوله الكوت ديفوار، مشات فتحات السفاره ديالها في العيون، هادو حدانا نوضوها إلالا، نوضوها إلالا، واستدعوا السفير ديال الكوت ديفوار واحتجوا. إلى شأن الدبلوماسي، حيث قررت وزارة الشؤون الخارجية استدعاء سفير الجزائر بجمهورية كوت ديفوار للتشاور عقب تصريحات مبطنة للوزير الإيفواري للاندماج الإفريقي والإيفواريين بالخارج إثر فتح هذا البلد لقنصلية مزعومة في مدينة العيون المحتلة في الصحراء الغربية، ضاربا بذلك عرض الحائط الالتزام الجماعي للبلدان الإفريقية المؤسسة للاتحاد الإفريقي القاضي التمسك بمبادئ المنظمة والعمل على تحقيق الأهداف المكرسة في العقد التأسيسي حسب ما أفاد به بيان للوزارة. هو اتجاه سياسي، معلش عشان دول واخدين كهرباء من عندي، نرجع شويه عشان في كلام مهم حاجه. لماذا تمنع دخول الامريكان؟ انا الاول عاوز اوجه رساله لسياده الرئيس بوش بعد اذنك، الكاميرا دي شغاله؟ انا بوجه رساله للرئيس بوش وبقول له الصياعه ادب، واخد بالك؟ الصياعه ادب، وهما كلمتين هنقولهم، لا هنرجع ولا هنلق في الكلام ولا هنعيد ولا هنزيد، معلش احنا بنتكلم هي كلمه واحده، ابني وحيد في العراق بس،
افتكر الرساله كده وصلت، المسج وصل. لو في ايدك مدت على وحيد ابني ولا الجن الازرق هيرحمك مني يا عم بوش، وانت عارف القرموطي في عصبيته. يا ساتر يا رب، ابقى دمار شامل بحقه حقيقي. ولو عايزين تقلبوها نووي عندنا الاستعداد نقلبها نووي. النووي دلوقتي بيتباع في موسكو على الرصيفه، وسمعت اليومين دول في تخفيضات كبيره، يعني على كل رصيف بيدوا راس زياده زي البيتزا عندنا. القرموطي نزلت السمان. يعني كي مشتو مشاو عيطوا على السفير قالوا لي علاش حليتوا السفاره ديالكم في العيون؟ هذه الناس اللي قال لك ما عندهم هما حتى شي دخل بالصحراء المغربيه ولا اخر. واخا علاش دابا ماشي ناهمش عيطوا ولا استدعوا السفير ديال الجزائر في الامارات، ولا استدعوا السفير الاماراتي في الجزائر باش يوبخوه؟ علاش ما قطعوش علاقات مع الامارات؟ ياك نتوما مع فلسطين ظالمه او مظلومه، هاي اسرائيل هاي الامارات طبعات حلات السفاره ديالها في تل ابيب. نتوما مشيتو حكرتو مسكين على داك السفير ديال الكوت ديفوار اللي مشى حل السفاره في العيون اللي هي ارضنا حنا. كل نهار ربي كيفضحكم سبحانه وتعالى، اللهم لك الحمد والشكر. بوحدكم بوحدكم مفضوحين، وكيزيد الله يفضحكم وكيعري لحقيقتكم اللي خص شعوب العالم كامل تعرفها. وما عليكش حنا بنتكلم، تعيط لكم وانا نعاود فيديو جديد. شكرا.